بنتها. شو قلتي؟ أنا بقول البنت المربية ما بتطلب هيك طلبات. تيتا بليز. اسمعي يا بنت، احنا بزماننا كنا نعرف البنت اللي مش مربية من هالشغلة. انشغل قدامي أشوف. تيتا مشان الله، شو هو أنا رايحة أدخن؟ أنا بدي أتعلم سواقة. يا تيتا ما في غيرك بيقدر يقنع البابا. روحي عند أمك، خليها هي تتواسط لك عنده. أولا الماما ما بتحب السواقة، أي صار لها ماخذ الرخصة 30 سنة ما ساقت فيهم 3 مرات. بعدين يا تيتا البابا ما بيرد غير عليكي أنتي. ولك أماني شو بدك تضحكي على جدتك؟ تيتا بوعدك وعد شرف، إذا أخذت الرخصة رح أصير شوفيري عندك، أخذك تزوري كل صحباتك في المستشفيات وملاجئ العجزة بالمقابر وين ما بدك كمان. قولك أبوك بيرد علي، امشي نادي لي إياه طيارة. الله يخلي لي إياكي يا أحلى تيتا. بابا وبعدين معك يا أماني، ما بدنا نخلص من هالسيرة؟ بقول لك لا يعني لا. بابا خلص يا بنت، أنا كلمتي ما بتصير ثنتين، ما في سواقة يعني ما في سواقة. بابا التيتا بدها إياك. شو خير؟ إن شاء الله إن شاء الله أمك ما تكون عملت لها عملة. الله يستر. امشي يابا امشي وراي امشي وراي. شوف هو أقول لك امشي امشي قدامي امشي قدامي. يلا شو قلت يا أبو رعد؟ ها يعني أنت حابة يابا شغلة السواقة هذه؟ بابا طيب قولي هيك من أول يا بنت. خلص على بركة الله. مبروك يا بنت يا أماني. كيف الوضع يابا؟ طمني سايقة أختك منيح؟ مرحبا يا مرزق. شو كنك مش سامعيتني؟ لا لا ما توخزيني، ما انتبهت. معقول ما انتبهتي؟ بنتي أماني عم تتدرب سواقة، رح تعمل الامتحان بكرة إن شاء الله. عقبالك. سمعنا كل الحارة بتحكي كيف جدتها تواسطت لها عند أبوها عشان تأخذ هالرخصة. يلا عقبال ما تتواسط لك أنت كمان. شو بتقولي يا مرزق؟ أنا رخصتي بجيبتي والسيارة تحت إيدي، ولك علي غير آخذك أنتي وكل الجارات أحلى مشوار نشرب لنا فنجان قهوة هيك مع بعض. شو قلتي؟ هيك القصة آه؟ طيب نجري قدامي على البيت أشوف. إيه؟ ها كيف الدرس اليوم؟ قلت لي خلص عشانك يا مرعد وعشان تصير أمان تساعدك بأغراض البيت رح اسمح لها تتعلم سواقة، وعشان تصير توصلك وتجيبك وين ما بدك. شايفة ما أحسنني يا أم رعد؟ شايفة شايفة، ويكون بمعلومك أنا بطلت محتاجة مساعدتها. مش فاهم. يعني بدي أعتمد على نفسي. كيف يعني؟ هسا قوم معي. خير على وين؟ بدي أرجع أسوق. شو؟ كيف لعاد؟ ولا بتحب أروح أجيب لك حد يتوسط لي عندك؟ حلقنا يا بنت الحلال، شدي رجلك على هالبنزين، عملتي لنا شوشرة بهالشارع. طيب يا أبو رعد السرعة مش كويسة يا أخوي. هاي ها وهي بنزين. خفف رجلك يا مرعى البنزين، رح تعملي لنا مصيبة. لويش معصب علي؟ مش هسا قلت لي شدي رجلك؟ روحي هيك على اليمين، ولك على اليمين، خلي هالسيارات تمر. ماشي يا أبو رعد وهي يمين. ولك يا مرة زيحي، أيوة زيحي هيك على الشمال. شو قصتك؟ مش هسا قلت لي يمين؟ أنا قلت لك تطلعي على التراب. ما تصرخ علي، هسا ببطل أعرف أسوق ترى، وهي شمال. عيشيني هالنظارة ما كتفي تشوف مليح. ول لويش كل هرجال علي؟ أي طبعا ما بدي أعرف أسوق هيك. هذا حمزة، صفي على اليمين خليني أعرف أحكي معه. شو بتقول حمزة؟ يا مرة يمين، اكسر يمين. ايوة حمزة خليك معي يا اخوي. معلش بس تنتبه احسن ما تضربها من قدام الله يسعدك. ايوة حمزة وين كنا؟ ارجعي بس عدلي. هيك خالته يمين يا خالته. اكل شمال. ايه شو يا شباب؟ مش عارفة على مين فيكم ارد. اكل عشما يا خالتو. تعالي جاي كمان شوي. ايوه
لازم اخذ الرخصة ها ولا شو؟ ابو رعد ابو رعد.